اليوم نحضر بدعوة من منظمة بدائل للطفولة من أجل فتح النقاش حول موضوع حقيقة يؤرق الكل، يسائل الإنسانية بصفة عامة، يسائل المنتظم الدولي، وأكيد أن ترافعنا فيه هو ترافع مستمر بجميع القوى الحية داخليا كما بعد التقارير المحتشمة على المستوى الخارجي فيما يخص الانتهاكات الجسيمة التي تطال مخيمات تندوف وخصوصا الحلقة الأضعف. هنا نتحدث عن أطفال مخيمات تندوف الذين يتعرضون منذ نشأة مخيمات تندوف إلى عمليات كبرى، تهجير قسري، عمليات تدجين إيديولوجي، عمليات إكراه ديني، عمليات أيضا عسكرة وعمل قسري. هذه العمليات أكيد استمرت ولا زالت تستمر حتى الآن، مما يسألنا أن نثير انتباه المنتظم الدولي من أجل الانخراط في الضغط على المسؤول الأول تنظيم البوليساريو حول كل هذه الانتهاكات التي تطال أطفال مخيمات تندوف، وأيضا البلد المضيف دولة الجزائر لأنه يتحمل كافة المسؤولية الأخلاقية والقانونية وأيضا القضائية، لأن ما يقع هناك يقع على ترابه بالدرجة الأولى.